من أكتر من 30 سنة. العرافة بصت في عين مبارك وقالت له: خد بالك، نهايتك هتكون في السويس. وفي 25 يناير انطلقت شرارة الثورة من السويس اللي اتضاف لألقابها الكتيرة لقب جديد: شعلة الثورة المصرية. بس 6 سنين، يعني ده سنة. أقول لك إحنا البلد تعطلت 18 يوم في ميدان التحرير، لأن عدى 6 سنين وما كانش عندنا هذا الطرف اللي في التحرير. أنتوا كنتوا عارفين مين العدو بتاعنا؟ نعم. إحنا مش عارفين؟ لا معروف. لا 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 ليه؟ تبقى أنت متخلف وقاعد بعيد شوية. العدو واضح. شعيانين بناخد ملاليم وما بنلاقيش حاجه. ربي عيالنا ازاي؟ بنعيش ازاي؟ يا اما بقى ابيع مخدرات يا اما بقى حرامي عشان اربي عيالي. مع بداية تولي مبارك رئاسة مصر اتولدنا في المدينة اللي يعرفها العالم بقناة السويس، واللي نعرفها احنا بالغربان والموكب.